في مصر، مركز الوعي العربي بالتعاون مع الائتلاف القومي العربي المستقل يعلن في مؤتمر صحفي التضامن مع الدولة السورية ضد الغارات الصهيونية التي استهدفت أراضيها في الساعات الأولى من صباح الأحد. يأتي المؤتمر الصحفي لمركز الوعي العربي بالتعاون مع الائتلاف القومي العربي المستقل في ظل حالة الرفض التي انتابت الشارع المصري إزاء الهجمة الإسرائيلية الغاشمة على سوريا، وتأكيدا للموقف الثابت من رفض ميليشيات الغرب الإرهابي العبيد، ولتأكيد الدعم لشعبنا العربي في سوريا ومؤازرة الجيش العربي السوري الباسل في الحرب ضد الهجمة الصهيونية. حين يعني نجح الجيش العربي السوري نجاحا حقيقيا على الأرض، واستطاع أن يحاصر ويجفف منابع الإرهاب على الأرض السورية، لم يجد دول اللي بيحاربوا بالوكالة، فلم يجد الكيان الصهيوني بدا من أن ينزل إلى الأرض ويمارس الإرهاب بنفسه. وأنا أعتقد أن هذه الضربة أسقطت كل الأقنعة، وعلى كل القوميين العرب وكل الناصريين وكل القوى العربية الشريفة أن تدرك أن الشعوب العربية لابد أن تفيق من هذه الغفوة. قطر والمملكة العربية السعودية تلعب لمصلحة العدو الصهيوني بالأساس ورعايته أمريكا، وبالتالي كانت تخوض المعركة عن قرب قطر والسعودية وتركيا بدعم صهيو أمريكي، ولكن أصبح في الملعب حاليا بعد أن فشلت قوى الشر في توجيه ضربة وتحقيق انتصارات على الأرض لقلب العروبة النابض سوريا، نزل الملعب أخيرا العدو الصهيوني بذاته. المؤتمر أكد أن الهجوم الذي تتعرض له الجمهورية العربية السورية من خلال القصف الصهيوني الغاشم يعد انكشافا لكل خيوط المؤامرة الصهيو أمريكية التي تم تنفيذها طوال الفترة الماضية بتمويل سعودي قطري وبدعم تركي وبتنفيذ من قوى الرجعية العربية. أمريكا هي صاحبة القرار التي تملي على إسرائيل وعلى السعودية وعلى قطر والأردن وتركيا والمتأسلمين تجار الدين والسياسة. إذا القرار بيتخذ في واشنطن، يعملوا اختبار لسوريا بأنكم تضربوا بطيارتين ونشوف النتيجة. الضربة الإسرائيلية لسوريا دي ضربة مش موجهة لسوريا فقط، ضربة موجهة للشعب العربي كله. وأطالب من كل الحكومات العربية أن يكون لها موقف ضد إسرائيل. وقال بيان مشترك لمركز الوعي العربي والائتلاف القومي العربي المستقل: لقد كشف العدو عن وجهه القبيح، موضحا أبعاد المؤامرة التي تستهدف جزءا غاليا من وطننا العربي، فشن الحرب إذانا ببدء حرب إقليمية على المنطقة تقف فيها سوريا بالصفوف الأمامية دفاعا عن شرف الأمة. السياسة الأمريكية متحالفة مع السياسة الصهيونية ضد الوطن العربي. لازم نتكاتف، شعب الوطني والشعب العربي كله يبقى ايد واحدة ضد الكيان الصهيوني. جاءت الضربة الصهيونية الغاشمة على قلب الأمة العربية النابض لتؤكد المؤامرة التي تقوم بتنفيذها عصابات التكفير والخيانة. وعلى الرغم من العدوان والمؤامرة، ستبقى العربية السورية بأسودها فوق أشباه وأنصاف الرجال. عصام سلامة، الفضائية السورية، القاهرة.